حياكم الله متابعي المربع نت من جديد. مستمرين في تغطية أسعار السيارات بعد ضريبة 15%، واليوم معنا السيارات هافال. بس قبل لا نبدأ يا ليت تشترك معنا في القناة عشان يوصلك جديد أسعار السيارات بإذن الله. ونبدأ بالهافال الاتش 2، هذه تيجي فئتين، فئة انتليجنت سعرها 67,089 ريال، فئة انتليجنت مع فتحة سقف سعرها 70,999 ريال. وهنا عندنا الهافال الاتش 6، هذه تجيب اربع فئات، فئة فاشنبل سعرها 75,599 ريال، فئة انتليجنت سعرها 81,349 ريال، فئة سبريم سعرها 88,249 ريال، فئة سبريم مع فتحة سقف سعرها 93,999 ريال. وعندنا هنا اخيرا الهافال الاتش 9، هذه تجي بثلاث فئات، فئه الكومفورت سعرها 110,100 ريال، فئه الديجنيتي سعرها 125,051 ريال، فئه السوبر ديجنيتي 128,502 ريال. واللي يبحث عن سيارات مستعمله للبيع يقدر يدخل تطبيق مستعمل ويتصفح السيارات اللي معروضه، سواء سيارات جديده او سيارات مستعمله بحسب الماركه اللي انت بيها. طبعا تقدر حتى تعرض سيارتك للبيع، تقدر تتصفح أي عروض موجودة للسيارات المستعملة. تطبيق مستعمل متوفر في أبل ستور وأيضا على متجر الأندرويد، ابحث بكلمة مستعمل ويطلع لك مباشرة وحمل التطبيق.